حادثة غيرت مجرى التاريخ البشري بأكمله، غرقت بها الأرض وتحولت إلى محيط مترامي الأطراف، ولم يبقى من الكائنات إلا من شاء الله له البقاء. حكاية لم يكن العالم بعدها كما كان قبلها. تبدأ القصة منذ بعثة نبي الله نوح عليه السلام، حيث بعثه الله إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله وحده لقرون طويلة سرا وعلانية، فعارضوه وكذبوه واستهزأوا به، فما آمن منهم إلا نفر قليل. قال تعالى: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فلما استيأس من استجابة قومه له، أوحى الله تعالى لنوح أن يصنع الفلك وينتظر الإشارة التي تنبئه ببداية الطوفان. بناء السفينة، أين بنى النبي نوح السفينة؟ كيف بناها؟ ومما بناها؟ بنى نوح سفينته في منطقة لا بحر فيها ولا نهر، وورد أنه بناها في شبه الجزيرة العربية، وقيل في إيران، وقيل في سيناء، ولكن المتفق عليه أن نوح بنى السفينة في منطقة جافة لم يعرف الناس فيها طوفانا من قبل، وهذا ما جعل من حوله يسخرون مما يفعل ويسألونه مستهزئين: أتبني سفينة في هذا المكان القاحل يا نوح الذي لا تكاد السماء تمطر فيه؟ فيرد عليهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وقد بنى نوح عليه السلام السفينة من الخشب، وحمل فيها من كل حيوان زوجين، ووضع في الدور الأول الحيوانات ذات الأقدام الأربعة، وفي الدور الثاني وضع الطيور، ووضع في الدور الثالث من آمن معه من الناس ومن أهله. وكانت علامة بداية الطوفان أن يفور الماء من التنور، والتنور مصطلح اختلف المفسرون في معناه، فقيل هو وجه الأرض، وقيل هو تنور الخبز، وقيل هو اسم منطقة في الكوفة في العراق، وقيل هو عين ماء في شبه الجزيرة العربية. فلما فار الماء من التنور، أبحرت السفينة تشق عباب الموج وتضربها الرياح من كل جانب، فوق مياه يبلغ عمقها 15 ذراعاً، وقيل 80 ذراعاً. بدأ الماء يغمر الأرض في كل مكان، ورأى نوح ابنه الذي كان من الكافرين فقال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فرد عليه قائلا: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فأجابه نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم حال الموج بين نوح وابنه فكان من المغرقين. قال تعالى: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وجاء عن ابن عباس أن الذين ركبوا في السفينة مع نوح كانوا 80 رجلا معهم أهلهم، وذكر أنهم بقوا في السفينة 150 يوما، وأن الله تعالى أمر السفينة ووجهها فدارت بالبيت الحرام في مكة 40 يوما، ثم استقرت بأمر الله. وجاء عن قتادة أن وقت الخروج من السفينة كان في يوم عاشوراء، وهو العاشر من شهر المحرم. أين رست سفينة نوح؟ رست السفينة على جبل الجودي الذي اختلف المؤرخون في تحديد موقعه، فذكر الضحاك أنه موجود في الموصل في العراق، وقيل هو بالشام، وقيل هو بآمل في مدينة في محافظة مازندران في إيران اليوم، وقيل هو على الحدود السورية العراقية التركية هذا اليوم. هل البشر اليوم من ذرية نوح؟ بعد قصة الطوفان هذه صار للبشر آب ثان وهو نوح عليه السلام، فمن نسله ونسل أبنائه فقط جاء البشر على اختلاف أشكالهم وألوانهم. وقد عاش بعد الطوفان 3 من أولاد نوح، ومن أصلابهم تناسل الناس، وهم سام، ومن ذريته جاء العرب وبنو إسرائيل، فهو أبو نبي الله إبراهيم المعروف بأبي الأنبياء، حام، ومن ذريته جاء أصحاب البشرة السوداء، يافث، ومن ذريته جاء بنو الأصفر أو الشقر الأوروبيون. مشاهدين الأعزاء، نرجو أن نكون قد قدمنا لكم بعض المعلومات القيمة والغريبة من قصة ذائعة الصيت في تاريخنا الإسلامي، ولأن القصص القرآنية جاءت موعظة للناس، سنأخذكم في الحلقة القادمة في رحلة إلى قصة أصحاب السبت بكل تفاصيلها، لتكون جلية واضحة ذات عبرة وموعظة ومنفعة. تابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. انتظرونا في حلقتنا الجديدة في الراوي.